في هذا الشهر غادي نتكلموا على الاعشاب وعلى سرطان الثدي. بعض النساء كيجيهم سرطان الثدي كيمشيو عند الطبيب يشخصوا المرض ديالهم كيخرج لهم الدواء كيبدا ياخذوا الدواء ولكن في نفس الوقت كيبدا ياخذوا اعشاب. المشكله ديال الاعشاب هو اننا ما عندنا حتى شي دراسات اللي كيثبتوا لا لا دوز اللي كيتعطاو بها لا التفاعل ديالهم مع حوايج وحدين اخرين. كاين بعض النساء كيجيهم سرطان الثدي ما كيمشيوش عند الطبيب ما كيشخصوش المرض ديالهم وكعلاج كيبدا ياخذوا اعشاب. تقريبا اكثر من 90% ديال مرضى السرطان كيستعملوا عشبه ولا مجموعه من الاعشاب في رحله العلاج ديالهم. في هذه الحلقه غادي نشوفوا شنو هي الاعشاب، الخصائص ديالها، المكونات ديالها، وغادي نطرحوا سؤال: واش فعلا هذه الاعشاب كتداوي ولا فيها غير الاخطار؟ الخطير من هذا ان الكبد كيولي كيتاثر من هذه المكونات والكبد كيولي عليه واحد الضغط كبير. اي حاجه كناكلوها اولا كنشربوها خاصها تصفى كدوز من الكلي. كاين شي حوايج اللي ملي كدوز من الكلي كتكون سامه بالنسبه للكلي كيتجمع لينا هذيك السموم. هذا الموضوع غادي نشوفوه في عينك ميزان كما سالي اثنين على قناتكم دوزان.